بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم في كبسولة 87. هتكلم النهاردة على جزء جديد من منظومة الكلور، وهو أنبوبة القياس ومحبس التحكم في التصرف. طبعا يا جماعة، زي ما شايفين كده، أدي الأسطوانات وأدي الغاز اللي طالع ضغط مرتفع اللي الفاكيوم ريجليتور، وبعد كده في أنبوبة القياس، وفي أنبوبة القياس عشان تقول لك بالظبط أنت طلع غاز قد إيه، بيطلع قد ايه غاز في الساعة، ومحبس التحكم في التصرف. وده طبعا منطقي، يعني انك انت محبس التحكم في التصرف ده موجود عشان تقلل الجرعة بتاعتك، أو تقلل التصرف بتاع الغاز او تزوده. وبعد كده يبتدي الغاز يروح على ايه، على إيه الحقل. طيب طبعا احنا اتكلمنا في الكبسولة اللي فاتت على وجود اللي هو محبس تنفيذ الضغط، وده بيكون دوره ان هو في حاله زياده الضغط داخل الفاكيوم ريجليتور، ان هو بيعمل تنفيذ عشان يحافظ على الفاكيوم ريجليتور من التلف. اما في القياس يا جماعه، الهدف منها انها بتوريك بالظبط ايه قد ايه غاز بتطلعه في خلال الساعه. و المفروض يعني ان الانبوب القياس دي بيسموها اللي هو الفاريبل اريا فلوميتر، ده نوعه. والجهاز القياس ده في منه بيستخدم لقياس الغاز، وفي منه بيستخدم لقياس السوائل، تصرف السوائل يعني، ممكن واخدين بالكم. وعشان كده لما تيجي تشتري حاجه زي كده يا جماعه، خلينا فاهمين احنا بنطلب ايه. احنا بنطلب حاجه بتقيس غاز، واخدين بالكم، وفي نفس الوقت الضغط داخلها بيكون ضغط فاكهه. يعني الفكره ان الجهاز ده ممكن يبقى غالي جدا لو هو بيقيس تصرف مثلا ميه، هنفترض يعني ها، وتصرف ميه زائد تحت ضغط، ساعتها الاسطوانه دي يعني الانبوبه دي بتحتاج انها تكون يعني مقاومه للضغوط، وفي نفس الوقت تقدر تعرض السوائل بشكل ايه جيد. عباره عن ايه بقى يا جماعه؟ هي عباره عن بليه وفيها الانبوبه من جوه على شكل كون ضيق من تحت وواسعه من فوق. المفروض لما السائل او الغاز بيتحرك من تحت لفوق بيبتدي يرفع بالدراج فورس، بيسحب البليه دي او الفلوت، او بيسموها الفلوت العوامه، بيطلع ترتفع لغايه ما يبقى الضغط اللي هو بيرفعها مساوي لوزنها، فتقف تستقر، ويبقى هو ده التصرف بتاع الغاز بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين بمنظر كده، الغاز بيمشي، هي مرفوعه، ويبقى الغاز ايه بيتحرك ويخرج بالمنظر ده. طبعا الحاجه دي يا جماعه، الانبوبه دي ممكن تتباع لوحدها زي ما حضراتكم شايفين كده، بتتباع هي بالمحبس بتاعها وخلاص بمنتهى البساطه يعني. او ممكن تكون داخل الجهاز، بتتشال مع الجهاز يا جماعه زي دي كده، والفلوت زي ما حضراتكم شايفين مرفوع اهي. خلينا نقول تاني ان انها لما بتتباع، بتتباع مش لوحدها، بتتباع بالمحبس بتاعها. المحبس يا جماعه عباره عن مسمار فيه فتحه على شكل حرف V، واخد بالك؟ المسمار ده لما بتلفه بيدخل لجوه، يقلل المساحة اللي ممكن يخرج منها الغاز، فبالتالي بيخنق الغاز وبيقلل تصرفه. لما بتلفه الناحية التانية بيبعد، وهكذا بيزود الفتحة، وبالتالي بيزود تصرف الغاز اللي انت بتحكم فيه. يعني بسيط جدا، فكرته بسيطة جدا يا جماعة، لكن خلينا نبص عليه اكتر. هو فيه بس كل حكاية ان فيه شقة على شكل حرف V، ويتحرك ازاي؟ بص يا جماعة، ادي المنظر اهو. فاحنا عندنا الغاز بتاعنا، لو احنا بنتكلم على الغاز، فالمفروض ان هو ايه بيتحرك من هنا كده، وعاوز يعدي من الحتة الضيقة قوي دي عشان يخرج، واخدين بالكم؟ طيب ايه اللي يحصل؟ ايه انك انت ممكن لو ما تحركه لقدام كده، فبالتالي يبقى الغاز يقدر يتحرك بمكان واسع شوية ويخرج ايه زي ما حضراتكم شايفين. دي كانت كبسولة النهاردة، وأتمنى إنها تكون مفيدة، وأشكركم شكرا جزيلا. وأتمنى منكم التواصل على الإيميل الموجود على الشاشة، أو على رقم الواتس الموجود على الشاشة. أشوفكم بخير في كبسولة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.